ربنا رجعه لينا الهدف وهو انه يوصل رسالة للكل. اعتقد يا صديقي رسالتك كانت واضحة وصريحة لينا كلنا، طلب ان محدش يظلم حد ولا يجي على حد، ولازم يكون في مساواة بين الجميع. وبسبب كلامه ده تفضل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إعلان التحقيق في كل كلمة قالها قبل وفاته، وده طبعا أقل حاجة نقدر نقدمها لرفعت. إحنا في دولة قانون، بيان وزارة الشباب والرياضة قال هيتم التحقيق في كل حاجة. إحنا في دولة قانون، أي حد ليه حق هياخده، كلنا واثقين في مؤسسات الدولة.